المقادير: بطاطس، البهارات بتاعة البطاطس كمون وملح، ثوم وبصل وبقدونس، معلقة كبيرة بقسماط، المعيار اللي جاي نص معلقة صغيرة فلفل اسود وملح، وبهارات لحمة او بهارات كفتة او 7 بهارات، ولو ما فيش مشكلة، بصلة وعصير طماطم وجزر ولحمة مفرومة. المفرومة بحط عليها البقسماط مع البهارات دي، احطها عليها، احط عليها البقدونس، مش لازم كله، هحط عليها الجزر، هحط عليها نص البصل مش كله، عشان انا هحتاج البصل، بقية البصلية هحتاجها وانا بسبك الصلصة بتاعة البطاطس. والثوم برضو هاخد شوية من الثوم اهو كده كله على بعضه، الكلام ده كله هقلبه واضربه في الكبة مع بعض. المفرومة اهي بعد ما فرمتها في الكبة هعملها بقى كور زي كده، هعمل الكمية كلها وارجع لكم تاني. شوية زيت مش كتير في طاسة، هشوح الكفتة فيها وارجع لكم تاني. طاسة هنا على النار حطيت حتة سمنة حوالي نص معلقة، هحط البصل والثوم، ده البصل على الثوم اهو، احمره شوية، لما يتحمر احط عليه الطماطم تتسبك، محمر اهو، هحط عليه الصلصة، البهار اللي هو قلنا ملح وكمون حطيناه، نسيبها بقى تتسبك شوية. الصلصة خلاص اتسبكت، فانا هطفي عليه. في القالب ده يا جماعة انا دهنته زيت وحطيت البطاطس وحطيت الكفتة اللي احنا حمرناها وحطيت عليها الصلصة اللي احنا سبكناها، هندخله بقى الفرن ونشوف شكله ايه بعد ما يستوي. البطاطس والكفتة استوت اهي، هغرفها دلوقتي. هنعمل مع بعض سلطة الزبادي على البطاطس ما تستوي هي والكفتة. عندنا زبادي، نص ليمونة، خيار مقطعه وبقدونس، عندي نعناع وملح وثوم على بصل بودر. الزبادي بحطها في الطبق ويعني بضربها كده كويس، ممكن ازودها شوية لبن بس انا بحبها تبقى جامدة شوية. خلاص بحط عليها الليمون، بعد كده البهارات، يعني هي كل المقادير على بعض، اقلبها بقى كويس، بعد كده بضيف الخيار والبقدونس. خلاص هي كده السلطة جاهزة للتقديم. ممكن لو تقيلة يعني نحط فيها شوية لبن، انا شايفاها كده القوام بتاعها كويس.